بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد سور ماشين. لا فيديو كيما شوف لو كليب هي عباره عن نشارك معكم فيها اول تجربه ديالي في الفصاله ديال التكشيطه. فصلت هذيك التكشيطه من بعد 3 سيمانات ديال ما غاديش نقول لكم لي كور، ولكن 3 سيمانات وانا كنرسم باترون ديال جلاب ني 3 سمان. ومن بعدها درت هذيك التكشيطه وما درتهاش كاع في الباترون، قررت نيشان انني غادي نديرها في التوب. الحمد لله كانت نتيجه لا باس بها. غادي نهضر معكم بالدرجه الاولى على الاخطاء اللي ارتكبت باش تردوا ليها البال الا بغيتوا ديروا نفس التطبيق. اذا اول حاجه غادي نوريكم لو باترون اللي استعملت. انا خديت هاد الورقه هنايا طويله باش نقربكم ما امكن التوب كيفاش كيكون. دونك خديت 3 متر ديال التوب 3 متر. انا غنوريكم بالنسبه للجزء العلوي اللي فيه الكمين، حيت هذاك التحتاني اللي منمر بلا كمين. دونك الفوقاني 3 متر اللي فيه، اول حاجه خديتها هو انني نقص القياس ديال الكمايم. الكمايم كنحتاج ليهم 50 سنتيمتر، 50 سنتيمتر يعني نص متر اللي غادي نحيد ديال الكمايم. غادي نديرها، انا ما موجداش مجيبه لا مسطره لا والو، غنخدم غير بهذا الكباري. دونك نعتبر هذه هي نص متر، غادي نحيدها. يعني هنايا عندي 50 سنتيمتر وهنايا عندي 150 سنتيمتر، يعني هذيك متر ونص العرض النورمال ديال التوب بحال هكا. دونك هي هادي، هذا هو التقسيم. هادو عندي الاكمام، الاكمام هكا. دونك هادي ما كنقيسهاش، كنخليها هكا. ولا قطعوها كاريمون، قطعوا هاد الطريف حيدوه. دونك غيبقى لي هاد الجزء. هاد الجزء بالنسبه للتكشيطه انا اللي درت في الطول ديالها، كنبغي شويه داكشي مجرجر. درت فيها في الطول 1.60 متر، 1.60 متر. دونك اول حاجه كنديروها هو اننا كنجيو دائما الثوب راه كيكون مطوي على جوج. ندير هنايا جزء مطوي مطوي. دونك الجهه المطويه غادي نديرو فيها الظهر، لان ما جاتش باش تكون الخياطه الوسط. الجزء المطويه هي فين كنديرو الظهر، والجزء المفتوح هنايا مفتوح يكون فيه الامام. اذا اللي غادي ندير انا باش نستافد من داك العرض كله ديال التوب، هاد العرض كله يجيني ايفازمون، هذاك الشيء علاش جاتني تكشيطه واسعه من التحت بزاف، خاصني ندير واحد لا تكنيك، وهذا الشيء علاش استعملت 3 متر ديال التوب. دونك شنو اللي كندير؟ كنجي مثلا نبداو بهاد الجهه المفتوحه، كنجي لهنايا لهاد الطرف هذا من جهه ديال المفتوح، وكنعبر من هنايا، كنعبر هذيك 1.60 متر ديالي ولا الطول اللي بغيتو انا يجيني في التكشيطه. كنعبرو مثلا جاني هنايا، مثلا هنايا عندي 160. دونك من هنا كنبدا نتراسي الباترون ديالي من هاد البلاصه هادي. غنحاول نديرو شي ستيلو ولا شي حاجه. من بعد الا بغيتو هاد لاتروس هادي شي توتوريال خليو ليا كومونتير، حيت كنشوف هاد النوع ديال الفيديو يسمع عليهش اقبال كثير. هادي راه لا بينتور، وهاد لاتروس هادي فيها جوج جويبات. المهم هادي غير باينه قوسين الا فادو. الا بغيتو هاد لاتروس هادي خليو ليا كومونتير ونصايب لكم فيديو ان شاء الله راه ساهل. ما علينا، نرجعو قلت لكم هنايا مثلا لقينا هذيك 160، كنجي لهنايا وهنايا كنبدا نرسم لو باترون ديالي. هاد البليف كندير كيما وريتكم في هذيك لا فيديو، كندير الكول ديالي بمراعاه القيمه، حيت دابا التكشيطه راه فيها سفيفه، دونك كنخلي دي سنتيمتر زايدين على حساب السفيفه. ما غندخلش معكم هاد لي ديتاي، غنديرو غير الفصال هكا حتى كنوصل لهنايا ونحبس.
من الاحسن نحبس، ولا تقدروا كاع توصلوا حتى لاطاي، وصلوا لاطاي ووقفوا. غادي نجي للجهه الاخرى، الجهه اللي مطويه باش نرسم الظهر، وكنعبر من هنايا من هذا الاسفل، كنعبر عاود طول ديال طول ديال التكشيطه اللي بغيت. كنجي عاوتاني كنعبر، كنلقى مثلا شوفيني شحال خليت، غادي يجيو بحال بحال، خليت 12.3 تقريبا. كنجي لهنايا وكنحدد هنايا فين غادي تجيني هذيك متر و60، وكنبدا نتراسي كيجيني هنايا. قلب شوفو هنايا الظهر، وكنبدا كندير عاوتاني الكود ديالي، الكتاف، التقويره ديال الكميم، ولاطاي بحال هكا، كيوليو عندي متقابلين. دابا علاش رسمنا هكا؟ رسمناه باش نستافدو كيما قلت لكم من العرض كامل ديال الثوب. دونك فاش كنوصل لاطاي، وديك الساعه كنتصرف باحترام انني ما نقيش هاد النقاط، هنا ما جاش باين بزاف لان الورقه عريضه، ولكن كنتصرف كناخذ العرض كامل اللي بغيت ديال التكشيطه. هادشي علاش غادي يجيني هكا. وعاوتاني بالنسبه للامام كناخذ العرض كامل ديال التوب، وكتجيني مفتوحه بزاف. هاد الطريقه هادي سميتها الداخله في الخارجه على ما اظن. انا صراحه ما عنديش احتكاك بزاف بالناس ديال الدومين باش نكون ناخذ منهم هاد المصطلحات والتسميات الصحيحه ديال هاد الطرق، ولكن الطريقه هي هادي. بهاد الطريقه هادي كتكونوا استفدتوا من العرض كامل. من بعد باش ما يبقاوش هاد القنيتات خارجين وطايحين، كنجي تو سامبلومون وكنعبر من هاد لاطاي حتى للاسفل بخط عمودي هنايا، وكنشوف شحال عندي. عندي مثلا هنايا 18.3، كنجي نفس النقطه النيت وكنعبر نفس القياس اللي خرج ليا، ها 18.3 اللي خرجت لي، وكنحددها هنايا، وكناخذ البيستولي ديالي وكندير واحد لاكورب هكا، ومن هنايا كنقطع. من هنايا كنقطع، كندير نفس الشيء للخلف باش ما يجيونيش هذوك الجنيبات كيجيو هكا طايحين خارجين. هادشي راه كنت درتو يدا في ديك لاجوب كلوش على ما اظن، وضحت هذه المساله ولكن ما فيها باس. فوالا، دونك هذه هي الطريقه، وكنفصل الكميم ديالي بالطريقه اللي بغيت. انا في هذه التكشيطه هذه اللي كنت لابسه ما درتش التركيز، ما درتش هكا التقويره هكا دايره، درت هكا غي بحال داك التكاشط القدام اللي كانوا كيلبسوا شحال هذه، كانوا كيديروا تحت اليد الا شفتوا كيكون كاغي ماشي داير. طريقه بسيطه نوري لكم غير في الباترون اللي كنت هاد لو باترون هذا اللي كنت صايبت معكم هذيك المره اللي فاتت، هو نيت فين غادي نوريكم. دونك فاش كنهبطوا بثلاثه د السنتيمتر هنايا، كنحافظ تو سامبلومون على هاد الخط هذا كما هو، هاد الخط هذا اللي درت هنايا بهاد الغوز ولا ما نعرف شنو الكوراي، بهاد الكوراي هو اللي كان خلي بلا ما ندير هاد التقويره هذه، والكميم حتى هما كنفصلهم كنديرهم كاري. انا غادي نوريكم في شي فيديو ان شاء الله، غادي نوريكم كيفيه باش تفصلوا الكميم الكاري اللي تواتوا مع هاد لاكوب هذه. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للباترون، كما شفتوا راه ما معقدش، ساهل بزاف بزاف بزاف، واللي كتعرف غير جلابه راه تفصل القفطان وتفصل التكشيطه، ما فيهاش شي اشكال. الكول غادي يكون هابط على 11 سنتيمتر، هنا ما غاديش يكون 11، يعني غادي دير واحد 16 تقريبا باش يجيكم شويه هابط ويبان القفطان.
صافي. بالنسبة للأخطاء اللي كنت درت أنا في هاد التكشيطة، درت الكمايم طوال بزاف، ما عقلتش، ولكن راه يمكن درت شي 70 سنتيم، وجاوني طوال يعني معيقين. وداكشي باش درت هادوك التخيملات درتهم غير بالثوب النيس، باش حيت هذاك السم خصو لي خسر لي الثوب، درت غير بحال لاستيكات الشعر اللي كيكون غير التوب هكا، توب شريط ولا ما عرفتش شنو سميتو، المهم شريط ديال التوب، وكنخشيو في طول لاستيك، وبحال بحال هذاك لاستيكات الشعر ديال شحال هادي. صافي، هادشي اللي درت في هذوك التخامل. بالنسبه للديكوراسيون ما راكم شفتوها، عادي جدا، شريت هذوك دي الزواق ديال التعصاب، شريتو ركبتو بيدي، ودرت لي بيغل بالالوان، درت الدوغي والمارون وواحد لورانج. صافي، هادشي اللي درت تقريبا. غادي كنحاول نتعلم شي شويه الطرز بالعقيق والتنبات، الى نجحت لي التجربه نقدر نحيد كاريمو هادوك الزواقات ديال التعصب وندير شي رشيمه ديال الطرز. الى نجحت التجربة غادي نوريها لكم، نوريكم الطريقة كيف درتها. الا ما نجحتش راكم ما غاديش ندير فيديو، لان ما غادي تستافدوا مني حتى شي حاجة. صافي، دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم وخديتو شي فكرة هكا، ولا اللي متخوفة انها تفصل تزعم شي شوية، لان ماشي صعيب. وفوالا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.